العقل تسامى بالفكر والوعي شعار للعمر الذي نحكيه ليحكينا يا كون اسمعنا واصطبري ارحب بالفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا بالعلم سترقى أمتنا ونجوب الدنيا داعينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبناء الطلاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومع الجزء الثاني من حديث النهي عن الغضب، نذكر بما قلناه في الحصة الماضية سريعا. قد تكلمنا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. وتكلمنا عن تعريف الغضب وعن راوي الحديث وعن معاني المفردات، ثم تعرضنا لمظاهر الغضب. واليوم أبناء الطلاب نكمل ما بدأناه في الحصة الماضية من الكلام عن حديث النهي عن الغضب. وقبل أن نبدأ أطرح سؤالا فأقول: عدد مظاهر الغضب. قد ذكرنا ذلك في الحصة الماضية، قلنا هناك مظاهر الغضب في الهيئة واللسان والجوارح والقلب. الجزء الثاني نتناول فيه وسائل علاج الغضب، ثم نستخرج الدروس المستفادة من الحديث الشريف. وقد خصصت الجزء الثاني للحديث عن وسائل علاج الغضب لما فيه من أدلة كثيرة أردت أن أفسح لها المجال في هذا الدرس. في البداية أبناء الطلاب، للغضب علاج بينه الله في قرآنه وبينته سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فأول وسيلة من وسائل علاج الغضب الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، ويدل على ذلك قول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا غضب الرجل فقال أعوذ بالله سكن غضبه. وهنا يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة من وسائل علاج الغضب أن يقول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما عن وسيلة العلاج الثانية التي بيّنها نبينا صلى الله عليه وسلم فهي السكوت، فعلى الغاضب أن يتذكر فضل الحلم وكظم الغيظ ويضبط ردة الفعل، فقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم فليسكت. لأن الحديث أثناء الغضب ربما يحمل الإنسان على قول ما لا يرضاه بعد ذلك. أما عن الوسيلة الثالثة التي بيّنها نبينا صلى الله عليه وسلم لعلاج الغضب، تغيير الحالة. والمقصود بذلك أبناء الطلاب أن الإنسان يغير من هيئته وحالته التي هو عليها حتى يهدأ غضبه، فيجلس إن كان واقفا ويضطجع إن كان جالسا ليهدأ عنه الغضب، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع.
وهذا هدي نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، أن يغير الإنسان من هيئته ومن حالته حتى يهدأ عنه الغضب، امتثالا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوسيلة الرابعة من وسائل علاج الغضب الوضوء، وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. ولأهمية هذا الأمر أذكره مرة ثانية، وربما يغيب عن بعض الناس هذه الوسيلة التي بيّنها نبينا صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم في أهمية الوضوء عند الغضب: إن الغضب من الشيطان، وإن الشيطان خلق من النار، وإنما تطفأ النار بالماء، فإذا غضب أحدكم فليتوضأ. إذا غضب أحدكم فليتوضأ. أما عن الوسيلة الخامسة من وسائل علاج الغضب التي بيّنها نبينا صلى الله عليه وسلم، أن يتذكر الإنسان مفاسد الغضب وأضراره، مما يترتب عليه من قطع العلاقات بين الناس، أو الندم على قول قاله، أو على فعل فعله، أو شيء قام بفعله أثناء الغضب. فإذا ما تذكر الإنسان هذه المفاسد أمسك عن غضبه، امتثالا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الوسائل الخمسة التي بيّنها نبينا صلى الله عليه وسلم لعلاج الغضب. نأتي لسؤال أو البناء التقويمي لهذا الهدف، فنقول: اذكر وسيلة من وسائل علاج الغضب بيّنها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، فهو الأسوة وهو القدوة. فنقول من هذه الوسائل: أن يستعيذ الإنسان بالله تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم. فالخير كل الخير، والفوز كل الفوز، في الامتثال لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الأسوة وهو القدوة. يقول ربنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. نأتي بعد ذلك إلى الدروس المستفادة من الحديث الشريف الذي هو من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس الأول: الحرص على طلب النصيحة وعدم التردد في السؤال. الهدف أو الدرس الثاني: تكرار الكلام يعين على فهمه وإدراك أهميته. فقد جاء السائل يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وصية جامعة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. فردد السائل مرارا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. وفي تكرار الكلام ما يعين على فهمه وإدراك أهميته. الهدف الثالث أو الدرس الثالث: الحذر من الغضب، فإنه سبب لكل شر. الدرس الرابع: التحلي بمكارم الأخلاق، اقتداء برسولنا صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. الهدف الخامس والأخير: مخاطبة كل سائل بما يناسبه. فقد يأتي السائل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله، فيخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بما يناسبه. فقد ورد في هذا الحديث أن الرجل كان كثير الغضب، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أوصني، فقال: لا تغضب. وجاءه سائل آخر: يا رسول الله
قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. وفي هذا الهدي النبوي مخاطبة كل سائل بما يناسبه، يدل على إدراك النبي صلى الله عليه وسلم لكل سائل يسأله والجواب على سؤاله بما يناسبه. وفي الختام نسأل سؤالا أبناء الطلاب: ما أذكر درسا من الدروس المستفادة من حديث النهي عن الغضب؟ فنقول: التحلي بمكارم الأخلاق. وإتماما للفائدة نجيب عن بعض الأسئلة التي وردت في تقويم الكتاب. فالسؤال الأول: ما معنى أوصني؟ وعندنا عدة اختيارات، هل هي معنى عظني وانصحني، انصرني، أكرمني، تصدق علي؟ والإجابة كما نعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى أوصني، أي عظني وانصحني. ما معنى ردد مرارا؟ كرر الكلام أكثر من مرة. ثم نأتي للسؤال الثاني: أسلم أبو هريرة رضي الله عنه على يد من؟ على يد الطفيل بن عمرو. وهاجر إلى المدينة عام 70 من الهجرة. كان أبو هريرة رضي الله عنه من أكثر الصحابة حفظا للحديث بسبب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وملازمته للنبي صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي السؤال: من آثار الغضب القلبية الحقد والكره. هذا، والله أسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.